طيب نطمن على الحالة الجوية من خلال دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، معنا تليفونيا. أهلا بك يا دكتور منار وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذ هشام، صباح الخير على حضرتك وكل الأستاذة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، يا ريت تطمنينا على حالة الجو. احنا عارفين إن في ارتفاعات في درجة الحرارة، فعايزين نعرف طبيعة هذه الارتفاعات ومكملة بإذن الله لغاية إمتى، ودرجة الحرارة العظمى ممكن توصل لغاية كام خلال الأيام الجاية؟ بالفعل يمكن احنا من نهايات الاسبوع الماضي بدانا نشعر بارتفاع في درجات الحراره، بدانا كمان نشعر بارتفاع تدريجي في نسب الرطوبه وارتفاع طفيف، بس بدانا نشعر بارتفاع نسب الرطوبه في الجو. متوقع اليوم استمرار ارتفاع درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي درجه، ومتوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع كله. ذروه الارتفاعات ان شاء الله متوقع تكون يوم الاحد والاثنين، وده طبعا على القاهره الكبرى، وهتوصل فيها العظمى على القاهرة الكبرى ل 37 درجة مئوية. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر بيها هي كتل هوائية قادمة من جنوب صحراء شبه الجزيرة العربية بسبب امتداد طبعا منخفض السودان الموسمي في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، فده بيجعل الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، أجواء حرة على سواحلنا الشمالية، ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل بدأت كمان درجات الحرارة ترتفع، وتكون متوسط درجات الحرارة خلال فترة الليل ما بين 20 و 23 درجة مئوية، يعني أجواء لطيفة إلى معتدلة تماما خلال ساعات الليل. خلاص الأجواء الباردة اللي كنا بنشعر بيها في الأسابيع الماضية انتهت، وكمان مع ارتفاع نسب الرطوبة هيخلينا نحس بقيم درجات حرارة كمان أعلى من اللي احنا دايما بنذكرها. يعني لو احنا متوقعين ان العظمى 36 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة نحس بيها 37 أو 38 درجة مئوية. بس الدرجات دي يا دكتور منار بتكون في الظل طبعا، درجة الحرارة اللي احنا دايما بنقولها هي درجة الحرارة المقاسة في الظل تحت ظروف معينة وشروط معينة وضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لكن نسب الرطوبة التعرض المباشر لأشعة الشمس ده بيزود إحساسنا بارتفاعات درجات الحرارة، يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى دايما من اللي احنا بنقولها. بالإضافة كمان إن ارتفاع درجات الحرارة احنا زي ما بنقول مكمل معانا لمدار هذا الأسبوع كله، يمكن مع يوم الثلاث متوقع إن هي تنخفض قليلا عن يوم الاثنين، لكن هتظل متوسط درجات الحرارة من 35 لل 36 درجة مئوية، يعني أجواء حارة فترة النهار لطيفة خلال فترات الليل. بالإضافة كمان إن احنا متوقع يكون في نشاط للرياح تحديدا بيبدأ في فترة المساء مع ساعات المغرب. نشاط الرياح ده بيكون سرعته هو يعني سرعات نسبية ما بين 30 لل 35 كيلومتر على الساعة، ده هيخلينا نحس بالأجواء ربيعية لطيفة أو معتدلة خلال فترة المساء، بعد طبعا الأجواء الحارة اللي احنا هنشهدها خلال فترة النهار. طب ليه يا دكتور، هل في أي ظواهر جوية هتكون مصاحبة لهذه الموجة من الارتفاعات؟ لا، هي أهم حاجة طبعا هو ارتفاع درجات